امرأة مريضة في بطنها فجاءتها امرأة يقال أنها طبيبة تعالج بالأعشاب وقالت للمريضة اشربي هذا الدواء في نهار رمضان، فشربت المرأة وبعدها ندمت، هل عليها قضاء وماذا عليها؟ هذه المرأة ليست طبيبة، هذه مشعوذة ومدعية للطب وتريد المال، تريد أخذ المال، فهذه أخطأت في كونها أطاعتها وأفطرت في رمضان من غير عذر بناء على قول الطبيبة، ما هي بطبيبة، بناء على قول المهرجة هذه والمخربة، هي أخطأت وعليها التوبة إلى الله، قضى هذا اليوم ولا تعود لمثل هذا. إنما يفطر الصائم إذا قرر الأطباء أن الصوم يضره، الأطباء المختصون قرروا أن الصوم يضره هذا يفطر، الله جل وعلا أباح للمريض أن يفطر. أما امرأة جاهلة تدعي المداوات وهي ما تعرف هذا الشيء، هذا غلط كبير. نعم.